عافاك، حنا جبنا اليوم على حساب هاد الفيلا اللي هي 35 سنة وهي مهجورة. بغينا شي حل بالنسبة من السلطات، لان هاد البلاصة ولينا كنعانيو من المتشردين، من كيبيعوا المخدرات باكملها، كيباتوا لينا هنايا، كيهرسوا لينا الجاج ديال الطوموبيلات، ولينا كنعيشوا الرعب. ولات مهجوره كيباتوا تما ماكينات، كي بزاف الحوايج ولينا كنعانيو من هنايا. واش درتو شي شكايه؟ كاينين شكايات من الجيران كاملين، ما لقيتو حتى شي؟ باقي ما لقينا حتى شي. ديجا كان جا واحد السيد كيجيو السلطات كيجريو عليهم، من بعد الغد اللي كيعاودوا يرجعوا نفسهم، وكانوا عاطيو واحد المهله ديال 5 سنين انهم يلقاو لينا حل هاد البقعه. من بعدها ما بقاو، دابا وصلنا 10 سنين وباقي ما داروا معنا حتى شي حاجه. شنو تبغي تقولي للمسؤولين؟ بغينا نقول لهم الله يجازيكم بخير، جيو ديروا لينا شي حل في هاد البلاصه. حنا كساكنه راه ولينا مضرورين، ما كنقدروش نخرجوا ولادنا، ما بقيناش كنقدروا نجلسوا مع والدينا، ما بقينا كنعانيو بزاف الهضره اللي ما كتصلح ما حتى شي حاجه. نتمنوا انهم ياخذوا بعين الاعتبار ويجيو يشوفوا من حالنا. شحال ديال الوقت نتوما في هذا الوطن؟ تقريبا شي 20 سنه وحنا في هلاك دابا حاليا. يعني 20 عام ونجوم مصابرين على هذا الشيء. واش تيجيو دراري صغار ولا كبار؟ فيهم القصيرين، فيهم المتوسطين، فيهم الكبار، فيهم كل شيء. يعني من 6 الفوق اللي بغى يجي يشوف يجي مع 6، غيشوفهم كاملين ناعسين هنايا وجالسين على اي حاجه. وديجا راهم جالسين منهم فئات، دابا راهم باركين. شحال هما تقريبا من واحد؟ ها كيجيو بزاف، ما نقدرش نقول لك الحساب ديالهم شحال من واحد. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.